الاخ الاسم الكريم ابو كرم. ابو كرم اهلا وسهلا بك. نشارة احنا مركز صحة عبد السلام البهادي التابع القطاع البلديات الاول. عندنا حملة مال لقاحات مال كورونا، لقاح فايزر عندنا، وعندنا لقاحات مال اطفال عمر 5 سنوات وجوه. الله يبارك فيك. هذا اللقاح الكورونا يقيك من الامراض. نعم. عيني ويعطيك مناعة الأمراض المزمنة اللي عنده، ولكم تحثون عوائلكم وإخوانكم وأهلكم هالمنطقة. المركز قريب مو بعيد عليكم. نعم. أي. وأنا أشكرك. الله يبارك الله. فيكم. هذا اللقاح مال كورونا طبعا هو يحمي الإنسان. نعم. في حال إنه ينصاب بالكورونا يصير إصابته بسيطة مو شديدة، ما تستوجب مستشفى ولا توصل للوفاة. إن شاء الله. ولهذا السبب إحنا طلعنا لهاي منطقة المعسكر التابع لقطاع البلديات الأول، فإحنا نحب يعني تتعاونون ويانا، بتقدمون نصيحة للبقية. شو تقدم نصيحة للبقية إنه يأخذ اللقاح؟ هذا اللقاح فائدة للناس. أحسنت. خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة مثل ضغط سكري. نعم. هسه حضرتك أنت راح تلقح إن شاء الله. إن شاء الله. ان شاء الله صحة وعافية. الله يبارك فيك. الله يسلمك. تتصلون للمريض من البيت. هذا واجب، وهذا طبعا هو مو فضل وانما هو واجب وزارة الصحة والعاملين بيها، وهاي يقدمون خدمة للشعب مالتهم والناسهم. عبار مو فضل عبار.